اجي. غريب، صاحب اكبر مطعم بالمدينه وبتقدم اكل لكل اندور، يعني معقول ما عندك مي تشربها؟ اجيتي مشان تقولي هيك؟ ايه؟ استني لحظة، قولي لي انت كيف فتي لهون؟ كيف يعني؟ من الباب طبعا. ليكي جدان، هلأ مو وقت المزح، ما كان لازم تفوتي لهون. ما عم تفهمي انا شو عم قلك؟ انت ما عم تسمعيني؟ ارجعي على البيت هلأ فورا. انت شو عم يصير معك؟ ليش عم تحكي مع حالك؟ مع حالي؟ كأنك مشتاق لزوجتك كتير. بتصير. جدان أنا فعلاً تعودت على المشاكل معك. معقول لهون لحقتيني؟ هيك لكان. شوف ضيفك شو عمل. لك حتى ما خلاك تخلص شغلك وبتقلي لازم احترم السيد راوات. يعني كيف بدك يعني احترمه؟ تذكرت كل مرة بتعيط علي مشان ترتيب الغرفة، شوف هيك الواحد بيترك غرفته مكركبة؟ فهمني انت شو يلي عملته اصلا؟ ليش عم تتطلع فيني هيك؟ إذا بقى بتترك غرفتك مو مرتبة أنا رح عيط عليك، مفهوم؟ ما حدا بيترك غرفته بهي الحالة. صرت طالب منك أكثر من مرة ما تلمسي أغراضي. طيب المفروض أنا ما رتب الغرفة مشان أنت ترتبها بس تطلع حضرتك من الحبس؟ ليكك رجعت من الحبس، يعني مفكرة رح تاخدي الغرفة كلها إلك؟ اوعك تفكري هيك أبدا، التزمي بس بالجزء تبعك وحاجة تمدي إيدك على أغراضي لو سمحتي. مو معقول من أول ما وصلت على البيت بلشت تعيط؟ شبكي انتي؟ كأني طلبت منك ما تلمسي مخدتي، وين أخدتيها؟ هاد مو عدل أبداً أكشات، انت مانك هون بس عم تعمل لي مشاكل. ماشي، ما رح رد عليك ورح أخذ المخدة أكيد. إيه قصة الأضوية؟ هيك أحسن. Oh.
سيد جندال صعب إنه يرجع على البيت لأنه هو قتل أختي أنترا. ليش أنا خايفة كتير على إيجي؟ بس هو رح يرجع عن قريب وأكيد بكرة رح يكون في أمل جديد. ليش طولت كتير لحتى فتحتي الباب؟ أنا كنت عم اسمع موسيقى. بحياتك ما تفكري إنه فيك تستخفي فيني. الحقيقة صعب ينوثق فيكي، ومشان هيك هدول الشباب رح يبقوا معك لحتى تركبي الطيارة على لندن. تعرفي شغلة؟ انتي عاملة تهديد كبير لألي، وكان الشيء اللي لازم ساويه اخلص انا من هاي القصة كلها. موتك هلأ بإيدي يا سيد. لا 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 ما تخافي، انا ضابط شرطة وفي قانون بنمشي عليه.